مهم جدا، والحقيقه الاهلي كان حريص على توجيه الشكر للسفاره النمساويه في القاهره على كل الجهود اللي بذلتها لتسهيل مهمه سفر الاهلي ومنح اللاعبين واعضاء البعثه تاشيرات السفر في وقت ضيق. ثم لقيت البعثه هناك في فيينا ترحابا خاصا وتسهيلات كبيره من السفاره المصريه في النمسا. معنا على الهاتف المستشار خالد المنشاوي نائب السفير المصري في فيينا. يا معالي المستشار مساء الخير واهلا بسعادتك. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بشهاده المهندس، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا خالد بيه، ازاي حضرتك؟ طمنا على ترتيبات استقبال البعثه والاجواء عندكم في فيينا. والله يا حضرتك من ساعه لما نزل الخبر في الجرايد المصريه من حوالي اكثر من اسبوعين عن استعداد النادي الاهلي للقدوم الى النمسا، ويعني في حاله من الفرحه لدى الجاليه المصريه طبعا، يعني كانت فرحه عامره، يعني دي اول مره يجي النادي الاهلي هنا اهوت، واحنا يعني الجاليات المصريه في اوروبا يعني ما بتبقاش محظوظه زي الجاليات المصريه في افريقيا او الخليج، اللي بيبقى الفرق المنتخبات الوطنيه او الفرق المحليه بتيجي بشكل بوتيره كبيره. يجي فريق مصري الى النمسا ده شيء طبعا محل فرحه كبيره هنا هو، خاصه النادي الاهلي يعني بسجله الحافل على المستوى المحلي والافريقي والدولي. فالحمد لله يعني البعثه من ساعه ما عرفت ان النادي الاهلي هنا تواصل مع الكابتن محمود الخطيب، استاذ سفير اتكلم مع محمد الملا، اتكلم مع كابتن محمود الخطيب وكابتن سمير عادلي، واحنا تواصلنا مع كابتن خالد بيبو، وكمان انصر كمان تواصل مع الاخوه في الجهاز الاداري للنادي، بحيث ان احنا نتاكد ان ما فيش مشاكل سواء في فيما يتعلق بالتاشيرات، وزي ما حضراتكم تفضلتوا السفاره النمساويه في القاهره قبلت بلاء حسنا جدا فيما يتعلق بالتاشيرات، كان بصراحه خير عون لينا هنا. وبعد كده ابتدينا ننسق مع الجهاز الاداري فيما يتعلق باي استفسارات فيما يتعلق بالاقامه، فيما يتعلق مع الشركه المنظمه اللي بتتعاون مع النادي الاهلي بهذا الموضوع. فيعني بصراحه كان التنسيق كان على اعلى مستوى، والحمد لله النهارده كان في استقبال لطيف جدا من الجاليه المصريه في فيينا. حضراتكم طبعا عارفين ان هم الفريق قاعد في مدينه باد كاتسبندورف، دي هتبعد حوالي 120 كيلو من هنا، لكن يعني مدينه جميله جدا ان شاء الله، النادي الفرقه كلها تنبسط بهذه المناظر الخلابه اللي هناك، ويعني ان شاء الله يكون استعداد جيد جدا للطائف يوم 15، ومن بعد كده كمان ان شاء الله سان جورج، ومنه الى كاس العالم للانديه، كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله مع المستشار. في ترتيبات مع الجاليه لحضور المباراتين الوديتين اللي الاهلي هيلعبهم؟ ان شاء الله الجاليه، يعني حضرتك مش متخيل الناس هنا هو حابه قد ايه ان هي تحضر وتشارك في مباراه مؤكده اللي هي يوم 5 سبتمبر ان شاء الله حسب اخر اتصالاتنا مع الجهاز الاداري، وان شاء الله في مباراه ثانيه يوم 31، بس لسه الفريق ما تحددش ان لم تخني الذاكره. ف او يعني الجاليه على استعداد يعني، بس الناس تتحدد المباراه الاولى ان شاء الله، والناس حابه جدا ان هي تروح وتأذي الفريق حتى لو كان على يعني بره النمسا بره فيينا، ما فيش مشاكل خالص ان شاء الله، والناس تنبسط وتسعد بالفريق المصري الكبير. يا فندم شاكرين كل هذه الجهود، ودايما السفاره المصريه في كل مكان في ظهر الاهلي، والاهلي ممتن دايما للخارجيه المصريه واسهاماتها مع النادي. احنا شاكرين لحضراتكم، وكل التوفيق وكل التوفيق للنادي الاهلي وكل الفرق المصريه ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك جدا. لمعالي المستشار خالد المنشاوي نائب السفير المصري في فيينا. واعتقد الخارجيه المصريه الحقيقه بيبقى لها دور دائم في دعم الفريق.